احنا المغاربه الوحيدين اللي ما كنسمحوش في الماطله والو ما كتلاحش كنضربوا بيه 10 سنين وكتعاود فيه البيت ماطله جوج بلايص بالكويت وجوج مخاد غير ب 1999 درهم ما يمكنش تلقاو رخص على اكثر من 100 منتوج وغير عند مرجان مرجان الربح في الجوده والاتمان اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا الناس موضوع اليوم متعلق بالفتاه المغربيه وخرجنا الشارع باش نسولوا بعض المواطنين المغاربه الى لقيتوا بنت مغربيه فاقده العذريه ديالها واش تقبلها كزوجه ولا لا شاهدوا جميع رده فعل ديالهم نرجع نكملوا معكم خاصك تعرفي بعدا اول حاجه الظروف ديالها حيتاش شحال من دريه دابا في هذا الوقت ديالنا حنا راه ولاو كيضحكوا عليهم الدراري كيقولوا شي حاجه الحب ما الحب راه ما كاين حتى حاجه اكثر يدي الدراري راه عندهم الشهوه هذيك الشهوه راه ماشي حب حب دي الدريه ما عارفين ديري معها شي حاجه راه ماشي حب يمكن يعني بقات في النفسيه ديال الشخص الاخر يعني حنا مادام ان الشخص تزوج بنت يعني اون فوا كيتزوج بها نسى الماضي ديالها فهمتي يعني بحال دابا واحد الشخص تزوج بواحد المراه قال لها تعال ابو الصراحه ياك قال واش عمر شي واحد قبلك قالت لي قبلني صبح طلقه يعني انفو تزوج يعني نسى الماضي بدي شي واحد خطوه صافي يعني قطار فاش ما كيبقاش يرجع يعني خاصك تنسى وخاصك تبدا الحياه ديالك كلا كانت الصراحه صرحتني يعني وبغينا بعضياتنا وارتاحينا لبعضياتنا نقدر نتزوج بها علاش لا ما يمكنش ليها لحقاش اولا ما كتكونش مخلقه من الاول من الاول في البدايه ديالها ما كيكونوش مخلقين والديها ما يمكنش ليها نتزوج بها ممكن لانني ممكن شحال من حاجه نقدر الظروف ديالها وممكن نستفها اول حاجه ممكن هي تبغيني على قبل انا درت مع هذاك حنت استفتها فهمتي والله قال لك ان سترتم عبدا في الدنيا يسيركم في الاخره لا لا تكون من الدار ومن الشرف ديالها فهمتي تكون تحترم راسها حتى هي ماشي من ولا عفوا من ولا تختار شي وحده تكون مواتيك وتعطيك واحد السمعه زوينه فضاف تحترم بها البيئه ديالكم وتحترم بها العائله ديالك الانسان اللي تقدر تكون تعرضت للاغتصاب تقدر الانسان يتزوج بها قبل نتزوج بنت واخا مسكينه في هذا البكاره نقولوا بها دازت في هذا البكاره ديالها نعذرها حيت مسكينه استسلمت امر الواقع ولكن ما قادرش تقاوم تغلبت من تغلبت فقط مسكينه اللي يقدر يعيش في العز ولكن انا عطف عليها وهي ما تعطفش عليا راه انا غنرفزها كما رفزوا اخرين اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه حلقه برنامجكم نسولوا الناس موضوع اليوم متعلق بالفتاه المغربيه وسولنا بعض المواطنين المغاربه واش ممكن تقبل تزوج بنت فاقده العذريه ديالها الاراء كانت مختلفه كاين اللي مع وكاين اللي ضد الاسباب لان البنت خصها تحافظ على الشرف ديالها حتى تمشي لدار راجلها الى هنا كتنتهي حلقتنا كنودعكم حتى نتلاقاو في حلقه مقبله مع سؤال جديد وموضوع جديد تبقاو على خير